وطني واللي تتكون فيه بطبيعة الحال الحدث اللي تتمر في قناة الثانية. هذه السنة الخصوصية هو إطلاق هذه الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية. لعلمكم هذه الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية هي مؤسسة عمومية أحدثناها بمقتضى قانون. إخوان تذكروا أن هذا الموضوع اشتغل عليه وخدنا في البرلمان أكثر من سنتين بين الغرفتين، وحنا نعتبر أن هذا النقاش اللي كان في الغرفتين كان نقاش مهم جدا، لأن سمح لنا كوزارة الجهاز والنقل واللوجستيك والماء أننا نتكلموا على الموضوع السلامة الطرقية. ويمكن نقول لكم الحمد لله هذا التطوير المؤسساتي، انتقلنا من واحد اللجنة تسمى اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير السين بي ا سي اللي اخوانتي عارفوها، كانت لجنة، انتقلنا إلى مؤسسة محدثة بمقتضى القانون اللي هي الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية اللي عطيناها السيجل ديالنا نارسا، اللي بطبيعة الحال تنعرفوا بها على أساس التسمية ديال نارسا اللي هي ناشونال رود سيفتي اجنسي. هذا التحول تيعكس المستوى ديال موضوع السلامة الطرقية في بلادنا. أصبحنا الآن إزاء سياسة حكومية تتنتظمها استراتيجيات، وهذه الاستراتيجيات فيها أرقام وفيها أهداف مرقمة وفيها واحد العدد ديال الدعامات، وتتوخى تشتغل على واحد العدد ديال الفئات. وبالطبع في ظل هاد الاهداف وهاد الاجراءات تيوقع واحد التقييم سنوي اللي تيدار في واحد اللجنه مشتركه بين الوزارات اللي تيترأسها السيد رئيس الحكومه، واللي تتكون ممثله فيها جميع القطاعات المعنيه. وبطبيعه الحال كل قطاع عنده التزامات اللي خصو في إطار التقييم يتكلم عليها. إذن هذا واحد تطوير مؤسساتي مهم جدا مهم، لأنه ملي غترجعوا للقانون المنظم لهذه الوكالة غتلقاو واحد العدد ديال المهام واحد العدد ديال الصلاحيات. إذن هذه الوكالة غيكون عندها إمكانيات مادية وغيكون عندها إمكانيات بشرية، واللي غادي تأهلها بطبيعة الحال أنها تلعب واحد الدور أكبر من الدور اللي كانت تلعبه اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير في تثبيت و تنزيل الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية. الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية تنتكلموا على 2017-2026، ليليمون فار ديالها يعني النقطة الكبيرة فيها، وأننا إن شاء الله محددين كهدف 2026 أننا نخفضوا العدد الوفيات جراء حوادث السير يعني ب 50% انطلاقا من السنة المرجعية ديال 2015. إذا خصنا نكونوا أقل من 1900 ديال الوفيات. وإخوانتي يعرفوا بأن المؤشرات اللي تنستغلوا عليها في المقارنة الدولية في البنش مارك عندنا المؤشر ديال الوفيات، وعندنا المؤشر ديال عدد الوفيات قياسا إلى الساكنة، وعندنا المؤشر ديال الخطورة ديال الحوادث. المؤشر ديال الوفيات في نهاية 2019 الأرقام المؤقتة اللي عندنا أننا نقصنا ب 2.9%. إذا عندنا حوالي إلا بغينا نقولوا بلغة أخرى تفادينا حوالي 101 من المواطنين ديالنا أن تقع عليهم وفيات جراء حوادث السير. عندما نتحدث على العدد الوفيات قياسا للساكنه، وهو مؤشر مهم لانه هو اللي تيدار به البنش مارك انترناسيونال، الان نحن في 9.51 الى نهايه 2019، وهذا اللي تيخلينا نقولوا انه نحن نقترب من المؤشرات ديال الدول الاوروبيه اللي المعدل هو 9.3. بالطبع نحن ننتمي الى قاره للمعدلات ديالها مرتفعه. افريقيا الان عدد الوفيات قياسا للساكنه كنتكلموا على 26.6
وبالمناسبة هو أعلى نسبة اللي كاينة على المستوى الدولي، بحيث أن المعدل الدولي هو 18.6، وأنا قلت لكم بأن المعدل الأوروبي هو 9.3، وهذا اللي تيخلي المملكة المغربية مطلوب منها من طرف عدد من الدول الإفريقية أنها تلعب دور في مجلس السلامة الأوروبية على المستوى الإفريقي. وانتم تتذكروا أننا في 2018 عقدنا أول مؤتمر للسلامة الطرقية في مراكش، واللي حضروه عدد كبير من الوزراء المعنيين بالموضوع الأفارقة، واللي خرج بإنشاء مرصد إفريقي واللي تيتقصو سي ناصر بولعجو، يعني هذا المرصد الإفريقي اللي تيتشكل أول مرة. إذن عموما هذه المنحة التراجعي الانخفاضي الإيجابي في المؤشرات ديال السلامة الطرقية، إن شاء الله من خلال تأسيس ديال هاد الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية غيتعزز، وتنسطر على أنه نحن نتحدث على سياسة حكومية في هذا المجال، اللي الوكالة بطبيعة الحال مطلوب منها أنها تلعب دور مهم جدا في تنزيل هذه الاستراتيجية. ألور بالطبع هذا الاجتماع الأول كان مهم، علاش؟ لأنه أولا تعرض فيه المخطط الثلاثي اللي غتشتغل به الوكالة دونك 2021-2022، وتعرض فيه المخطط ديال سنة 2020. أنتم ما تعرفوا أنه من تكون مؤسسات عمومية إذا لابد من برنامج وميزانية، إذا كان البرنامج ديال 2020 الميزانية 2020 صادقنا عليهم. بالنسبة للمخطط الثلاثي المجلس الإداري أخذ علما به، وأنا طلبت من أعضاء المجلس الإداري أنه إذا كانت هناك مجموعة من الملاحظات، مجموعة من التدقيقات، مجموعة من الإضافات تزاد بالنسبة لهذا المخطط الثلاثي، بس كيكون يعني تيمشي مع 2021-2022. المخطط ديال 2020 صادقنا عليه، صادقنا على النظام الأساسي ديال الموظفين والأطر المستخدمين للوكالة، مهم ومزيان ترجعوا للقانون، لأن القانون تينص على الإلحاق التلقائي ديال الموظفين ديال وزارة تجهيز والنقل واللوجستيك والماء اللي كانوا معنيين بالملف ديال السلامة الطرقية، وكذلك الإلحاق ديال الموظفين المعنيين اللي كانوا تيشتغلوا في اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السيل. صدقنا كذلك على المنظام ديال الوكالة لوغانيغرام، وصدقنا كذلك على النظام ديال الصفقات العمومية ديال الوكالة. إذن هادو اللي بغينا نقولو سي لي هادو لي خيارات، يعني الأمور اللي هي ضرورية باش الوكالة بطبيعة الحال تشتغل، وكالة تشتغل على أساس أنه يعني هاد الإجراءات اللي منصوص عليها في البرنامج ديال العمل ديال 2020 والميزانية ديالها يعني يتم البدء فيها يعني قريب. كاين أمر اللي هو كذلك مهم مرتبط بهذا التحول. الإخوان تيعرفوا بأنه دابا غادي نعيشوا واحد المرحلة انتقالية، لأن في واحد عدد الصلاحيات كانت عند وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء انتقلت للوكالة، دونك حنا محتاجين واحد المرحلة انتقالية باش هادشي كله يتقاد بطبيعة الحال على مستوى الالتزامات اللي كانت تخلت في الوزارة باش تكملها الوكالة، وباش الوكالة إن شاء الله يعني في أقرب الأجل تاخذ السرعة ديالها القصوى ديال الكواليا. وحنا نتمنى على الله أن هذا العمل هذا إن شاء الله يتقدم. بطبيعة الحال كانت كذلك فرصة لأعضاء مجلس الإدارة أنهم يتعرفوا بيناتهم. مجلس الإدارة تنظم القطاعات الحكومية المعنية بالسلامة الطرقية، بطبيعة الحال وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك لأن هي عندها الوصاية على مجلس الإدارة، لكن بالطبع كاين مختلف القطاعات الحكومية، وزارة الداخلية، الدفاع الوطني، وزارة الصحة، التعليم، وزارة العدل، وغيرها من وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة. كاين ممثلين ديال ممثلين المجتمع المدني وديال الهيئات المهنية المعنية بالسلامة الطرقية. بعض الهيئات المهنية مازال ما اخترتش المنتدبين ديالها، ستقوم به قريبا. كاين الجمعية ديال
صناعي مستوردي قطع ديال السيارات، وكاين كذلك المجلس وكاين التأمين قطع ديال التأمين، وكاين المجلس الإدارة كيضم كذلك بعض كاين ثلاثة الخبراء، كاين السيدة أنا والمتوكي، وكاين السي سعد بدلو، وكاينة الدكتورة دنيا القيسي. إذا حنا حاولنا بطبيعة الحال حنا مشينا في نفس إلا بغينا نقولوا النمط الذي كنا نشتغل إليه، وهذا يجرني باش نأكد لكم واحد المسألة مهمة جدا. أحد أهم التطورات اللي وقعت في بلادنا مجال السلامة الطرقية، والذي تنحو منحه عدد من البلدان على مستوى إفريقيا، هو أن هذوك القطاعات والمؤسسات المعنية بالسلامة الطرقية استطعنا نجمعوا هاد المعنيين كاملين، وهذا اللي خلانا نزيدوا القدام في هذا المجال. اون فيت من قبل كان بطبيعة الحال كل قطاع تيشتغل بوحدو، كل قطاع تيحاول يدير مجهدو، لكن دابا عندنا بطبيعة الحال المؤسسات منصوص عليها تنسق تنظم اشغالها مرتبطة باستراتيجية يجب ان تنزلها، وبطبيعة الحال اللي غدوة كونطابل امام قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير، وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.